إذن مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله صباحكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذه الجولة الصباحية مباشرة من مدينة بوفكران ومباشرة على قناتكم شوف تي في. إذن فكما كتعرفوا فالمملكة المغربية كتعيش واحد الموجة ديال الحرارة. بوفكران أيضا في حرارة وحرارة مرتفعة جدا. إذن السعيد صباح النور. فكما قلت لكم مشاهدي قناة شوف تي في، حرارة جد مرتفعة بمدينة بوفكران، يعني 10 و16 دقيقة صباحا، وحرارة مرتفعة تقدر تكون وصلت هذا الصباح هذا ل 30 درجة أو 29 درجة. فكما كتشوفوا لا وحش يسير ولا طير يطير، فالكل مازال سد عليه في الديور ديالو. مشاهدي قناة شوف تي في، وبما أننا كنتواجدوا في مدينة بوفكران فكما كتعرفوا في هذا الجهة ما كاينش البحر، لذلك ما كاينش هذيك الرطوبة، والحرارة جد جد مرتفعة مقارنة مع المدن اللي فيهم البحر كالقنيطرة كالرباط كالدار البيضاء إلى آخره. إذن فالبارح بالليل وصلت الحرارة 25 درجة ليلا مشاهدي قناة شوف تي في. إيماجينيو أو خليك مدينة الأشباح. صراحة خويا سعيد حنا كنعرفوا مدينة بوفكران مدينة مكتظة، لكن مع الحرارة فتحولات إلى مدينة أشباح كما كتشوفوا، لا وحش يسير ولا طير يطير. إذا مرحبا بكم جميعا مشاهدي قناة شوف تي في في هذه الجولة الصباحية، مرحبا بتعاليقكم ومرحبا بآرائكم. بلال وعليكم السلام. فصراحة كاينة حرارة مفرطة في هذه الأيام تقريبا منذ 3 أو 4 أيام، حرارة بالمدينة. نتمنوا خير ان شاء الله مشاهدي قناة شوف تي في. فكما قلت لكم تقريبا كتوصل 43 او 42 درجة بالنهار، وبالليل كتوصل حتى ل 25 درجة بالليل. فكما كتعرفوا مدينة بوفكران ما فيهاش البحر باش تكون القضية مبردة شي شوية، فالحمد لله على كل حال. فالبحر اللي قريب لنا حنا خصنا اوموا واحد 140 او 150 كيلومتر، يعني البحر بعيد علينا بزاف، لذلك فالحرارة كتكون مفرطة في هاد المنطقة. ربما باقي المدن المغربية كتعيش هاد الموجة ديال الحرارة، لكن ماشي بهاد الشكل اللي كتعرفوا مدينة بوفكران. ربما 43 درجة لو كانت في مدينة فيها البحر غادي تكون أقل ضرر، لكن 43 درجة في مدينة بوفكران مشاهدي قناة شوف تي في فصدقوني أنها قاصحة بزاف. إذا خير إن شاء الله، نتمنوا الخير في أي حاجة جات من عند الله فمرحبا بها. أم إبراهيم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أجرنا من جهنم. خويا مصطفى امين ان شاء الله خير. تحياتي من الحسيمه. خويا ايمن تحياتي ليك اخي العزيز. اذا حسب حاله الطقس فاليوم غتكون 43 درجه بمدينه بوفكران. سيمو كيقولنا الحراره مفرطه في كل المدن. نعم خويا اخي الكريم، حراره مفرطه في باقي المدن، لكن كاين بعض المدن اللي وصل فيهم الحراره 30 درجه او 25 درجه او 28 درجه، فماشي هي 43 درجه وما عندكش البحر قريب لك المدينه، يعني كتكون الحراره ديال بصح. لذلك فالناس كيفضلوا يجلسوا في الديور ديالهم وكيخرجوا بالليل، فمدينه بوفكران فاش كطيح الظلمه او فاش كيوصل الليل فتقريبا الكل كيخرج مع الولاد ديالو ومع العائلات ديالو، فكيقهرهم الصهد ديال النهار فكيلتجؤوا باش يخرجوا بالليل باش يتبردوا مع العائلات. سيمو عليكم السلام. وسيم الشعيري مرحبا بك. موناكو 28 درجة سلطانة تحياتي ليك، وتحياتي لساكنة موناكو مغاربة فرنسا مغاربة المجر بصفة عامة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله كل حال. تحياتي لك من إيطاليا. خويا إبراهيم تحياتي لك،
وتحياتي لمغاربة إيطاليا. محمد تحياتي من الخميسات، تحياتي ليك خويا العزيز. كي دايره الأجواء عندكم؟ عندكم شي حرارة؟ إبراهيم 46 درجة من مدينة مراكش، الله يكون في العون ديالكم خويا إبراهيم. ف 46 صراحة زياد، كيقولنا 49 في مراكش. زكريا اش تقول على 50 درجة؟ خويا زكريا إلا كانت 50 درجة في المنطقة بحال الصحراء، ف 43 ديال بوفكران كتكون أكثر ضرر على 50 درجة ديال الصحراء، لأن تما كاينة الصحراء والناس موالفين هذيك الحرارة. فبالعكس هنا في بوفكران 43 درجة، فصدقوني أنها قاصحة وقاصحة بزاف. وعليكم السلام خويا محمد، مراكش ونواحي رقم قياسي عالمي. ألو في بالحاج، إذا كاين جوج الإخوان من مراكش، واحد قالنا 45 وواحد قالنا 49. نازيها السلام ايت نيدرلاند، مرحبا بك الأخت نازيها، وتحياتي لمغاربة هولندا. إذا هذه الأجواء ديال مدينة بوفكران. كنا في بعض الشوارع بالمدينة، والآن نحن بالشارع الرئيسي لمدينة بوفكران. مشاهدي قناة شوف تي في، الأجواء ننقلها لكم مباشرة من الشارع الرئيسي لمدينة بوفكران ومباشرة على قناتكم شوف تي في. فكما كتشوفوا تقريبا كاينين غير السيارات والشاحنات هما اللي كيروليو في الشارع. تحياتي ليك اخي من تارودانت، خويا سعيد تحياتي ليك وتحياتي لساكنة مدينة تارودانت. قلنا اخي الكريم كي دايره الاجواء عندكم؟ كاين شي حرارة؟ تحياتي من روتردام 18 درجة. سامسامي يا ريت كون كانت عندنا 16 درجة هنا، لكن الحمد لله. واش دخل المكناس؟ مرحبا خويا محمد، صباح النور. 56 في طاطا، يا ربي السلامة. 56 درجة صراحة. لطفك يا الله، لطفك يا أرحم الراحمين. فكما كنقولوا الحمد لله على كل حال، فأي حاجة جات من عند الله فمرحبا بها، وكما تنقولوا أيضا فأي حاجة جات في الوقت ديالها فمرحبا بها. فكما كتعرفوا شهر 7 هذا، الصيف هذا، فأكيد أكيد وطبعا غادي تكون حرارة مرتفعة. نتمنوا خير من عند الله، بنادم يدير الوقاية ديالو، يشرب الماء بزاف المرات، وخا ما يكونش فيك العطش حاول تشرب واحد جغمة ولا جوج جغمات باش تحمي راسك من هاد الموجة الحرارية. إذا بدر كيقولنا 39 من مدينة جرف الملحة، تحياتي ليك خويا. وكما قلت لكم ديروا احتياطات ديالنا، نشربوا الماء بكثرة مع هاد الموجة ديال الحرارة باش نجتنبوا أي ضرر وإن شاء الله خير. إيطاليا 26 درجة، تحياتي ليك وتحياتي لمغاربة إيطاليا. محمد بلجيك 18 دوغري وشتا، تحياتي ليك خويا محمد وتحياتي لمغاربة بلجيكا. الخنيضه 30 درجة خويا هشام، تارودانت 45 درجة. إذا الله يدير الخير، فربي بغى لنا هاد الحرارة هادي، فالحمد لله على كل حال. كما قلنا لكم أي حاجة كتجي في الوقت ديالها فمرحبا بها. أربعة وربعين مرزوقة، يا ربي السلامة. إذا صراحة جل المدن المغربية كتعيش هذه الموجة ديال الحرارة. كاين بعض المدن اللي واصلة فيهم 30 28 حتى 25 درجة، لكن فاش كتفوت الحرارة 40 درجة فصدقوني كتكون القضية قاصحة شي شوية. ميم حتى الديور كيكونوا شادين السخونية، فاش كندخلوا بالليل الديور فكنلقاو الدار سخونة وسخونة بزاف. اللي ما عندوش لاكليم في الدار فيحسن العوان ديالو في هاد الحرارة. جولتنا لا زالت مستمرة مشاهدي قناة شوف تي في. الحمد لله خويا احمد. سليمة صباح الخير، جولتنا لا زالت مستمرة. مرحبا بتعاليقكم، مرحبا بآرائكم، أراؤكم دائما تهمنا مشاهدي قناة شوف تي في. أبو أنس بلجيكا عندنا الشتا، بصحتكم الشتا خويا أنس، وتحياتي لمغاربة بلجيكا. فكما كتشوفوا الشوارع أباغ الشارع الرئيسي، فالشوارع بالمدينة فهي خاوية تماما، أسفي 26 درجة. فكما قلت لكم مشاهدينا الكرام، فالمدن اللي قريب لهم البحر او المدن اللي فيهم البحر فما كتكونش فيهم حراره
مرتفعه ومرتفعه بزاف لدرجه 43 46 45 درجه، اذا 42 درجه هنايا في مكناس. خويا حسام بوفكران مكناس تقريبا نفس الحراره. اذا كما كتشوفوا الشوارع خاليه، اذا الحمد لله على كل حال. ان شاء الله ما نتمناو ما يكونوش اصابات جداد، نتمناو ما يكونوش البؤر جداد كبؤرات مدينه اسفي الاخيره اللي كتعتبر من اخطر البؤر بالمملكه المغربيه. نتمناو خير ان شاء الله مشاهدي قناه شوف تي في الايام او الساعات القليله القادمه، ما نبقاوش نشوفوا هذا عدد الاصابات. شفنا نسبه او حصيله الشفاء في ارتفاع في هاد جوج او ثلاث ايام الاخيره ولله الحمد. نتمنوا يتشافوا جميع المرضى بالمملكه المغربيه وجميع مرضى المسلمين ان شاء الله. جولتنا قد بلغت الى نهايتها مشاهدي قناه شوف تي في، لم يتبقى لي للختام الا نشكركم جميعا وبدون استثناء. نلتقي ان شاء الله في موضوع اخر، مكان اخر ربما. الى ذلك الحين استودعكم الله مشاهدي قناه شوف تي في الاوفياء. شكرا على وفائكم لقناه شوف تي في، شكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء.